ازيكم يا جماعه، اهلا بيكم في حلقه النهارده. حلقه النهارده حلقه انترستنج شويه. ليه بقى؟ خبر كبير جدا في كمال اجسام بخصوص كريس بومستد والصوره اللي هو حطها. اوكي يا جماعه، فهنتكلم النهارده على كريس بومستد. هو ورانا ايه؟ احنا ما وراناش حاجه غير ان احنا نقعد نتكلم على لعيبه تانية وناس تانية. موضوع اليوتيوب ده حاجه يعني، ما خلاص بقى الفلوجات خلصت، بقى الفلوجات بتاعت البطولات خلصت. في مفيش. المهم النهارده هنتكلم على كريس بومستد والصوره اللي مراته وهو حطوها مع بعض. كريس بومستد هيبقى اب. مظبوط، مراته حملت. وفين بقى؟ حملت في فتره تجهيزه لبطوله المستر اولمبيا. فده بيفتح اصلا مواضيع لكذا جدال. اول حاجه جدال ان هل الاسترويدز والهرمونات بتسبب عقم، لان مش هو الوحيد اللي مراته حملت وهو في نص تجهيز. معايا انا حصل نفس الحكايه مع الطفلين بتوعي وناس كتيره تانية اعرفها. في مرحله التجهيز مراتهم او مراتاتهم بتحمل برغم استخدام الهرمونات. فده معناه ايه؟ مش معناه اكيد انك تروح تضرب هرمونات، ولكن ده معناه ان مبدأ أو الأشعة إن الهرمونات بتسبب عقم كحاجة ثابتة قوي ما أظنش إن هي حقيقية. هكون صريح معاك، السبب الوحيد أنا عمري ما اتكلمت في الموضوع ده لأن أنا افتكرت أنا كنت حالة استثناء، يعني حالة شاذة في الموضوع ده، ويمكن في قليلين زي يعني اللي هم ممكن يحملوا أو مراتاتهم تحمل في نص الكورس او بعد استخدام هرمونات لفتره طويله. ولكن بعد ما شفت كريس بومستد وشفت لعيبه كتير تانيين برضو مروا في نفس الحاجه، فلاحظت لا، ما اظنش ان انا حاله شاذه او حاجه غريبه. اعتقد ان دلوقتي يعني اكون في امان ان اقول ان الحاله الغريبه هي الناس اللي بيجيلها عقم من استخدام الهرمونات. هو ايه اللي بيحصل؟ هو اصلا ليه بيقولوا ان الهرمونات بتعمل عقم؟ خلينا افهمك ازاي. انت لما بتاخد تستوستيرون، التستوستيرون الطبيعي اللي جسمك بيفرزه بيقف، الخصيه بتبطل تشتغل. ليه؟ لان الجسم بيفكر بيقول لك احنا جايين لنا اصلا كميات كتيره من بره، فاحنا مش محتاجين نصدر الهرمونات بتاعتنا. ولما الخصيه بتوقف شغلها، ففي نفس الوقت او الاشعه ان السائل المنوي برضو بيقف. ولكن ده مش حقيقي لكل الناس. في ناس السائل المنوي بيفضل، الخصية بتفضل تعمله وبيفضل شغال رغم ان التستوستيرون الطبيعي بتاعه مش شغال، ورغم انه بياخد هرمونات من بره. وفي ناس تانية ان لما بيجي ياخدوا سترويدز من بره او يدخلوا هرمونات في جسمهم، غير ان الخصية هتقف وتبطل تعمل تستوستيرون، وغير ان جسمهم هيعمل شوت داون. في نفس الوقت ساعات في حالات كتير، او يعني مش حالات كتير ولكن في حالات، ان برضو الخصية بتوقف تعمل سائل منوي، فبالتالي ما بيخلفش. ولكن هل لو السائل المنوي او الخصية بتوقف ان هي تعمل سائل منوي، هل ده حال دائم؟ اجابة السؤال معظم الوقت لا. هل ممكن يكون دائم؟ ممكن. والسبب انا بقول ان ممكن، ان هي اي نعم مش الحاجه العامه اللي بتحصل، وبتبقى برضه حالات استثناء ان او حالات شاذه ان فعلا بيبقى حال دائم، ولكن موجود. فعشان كده دايما بقول انت لما بتيجي بتاخد هرمونات الموضوع بيبقى انت بتغامر شويه يعني، او بتغامر حبتين مش شويه. ولكن للناس اللي الخصيه بتاعتها بتوقف ان هي تعمل سائل منوي، ممكن ترجع تاني. لما بتوقف الهرمون اللي هي بتاخده من بره، الجسم بيبتدي يعمل هرمون تاني من نفسه. دلوقتي في حاجات بتسرع الامور، زي مثلا البوست سايكل ثيرابي طبعا، اللي هو في مصر بيسموه التنظيف، ولكن هو مش تنظيف، هو اعاده الهرمونات من اول وجديد.
طبعا الاستروجين لازم يكون في رينج كويس، ولكن في تركية ان الواحد بينزل الاستروجين بزيادة بحيث ان الجسم يخصبه انه يعمل تستوستيرون. ليه؟ لان التستوستيرون بيتحول الى استروجين، والجسم دايما بيحاول يعمل توازن ما بين الاستروجين والتستوستيرون. فدلوقتي التستوستيرون بيتحول لاستروجين، والكميات بتكون يعني مثلا التستوستيرون هنا والاستروجين هنا. لما الاستروجين يبقى تحت خالص، الجسم بيحاول يعمل تستوستيرون اكتر عشان يعلي من تحويل التستوستيرون الى استروجين عشان يعمل توازن. فهمت ليه؟ فدي واحده من الاسباب. و في نفس الوقت ان حتى لما بتوقف تستوستيرون وبتعمل التنظيف، جسمك ممكن يرجع تاني ان هو يعمل سائل منوي، اذا انت اصلا كنت من الناس ان السائل المنوي بيقف في حال استخدام الهرمونات. فده الجدال، ده الجدال، واديكوا عرفتوا الحقيقة. كريس بومسد واضح ان هو من الناس اللي حظها حلو جدا، ده كمان يعني ايه في تقريبا في معمعة الكورس شهرين او ثلاث شهور قبل الاولمبيا، فاهم، ومراته حملت. فيعني الراجل اول حاجه، ها عشان ما تقولوش ان الدره بيحسد كريس بومسد، بسم الله ما شاء الله وربنا يوفقه في كل حاجه، وهو بصراحه مستحق جدا لكل الحاجات اللي هو عندها اللي هو عنده، لان هو شخص كويس. ولكن يعني ما شاء الله الواد قفل الجيم، الواد قفلها، الواد قفلها، يعني قفل الفاينل بوس، قفل الفاينل بوس. يعني هو قفل الفاينل بوس بس كان في ايه السايد كويستس بقى في الحياه، فاهم، اللي هو لسه ما عملهاش، هو كده خلصها كلها. يعني ما شاء الله طويل، شكله حلو، معاه فلوس، كسب المستر اولمبيا 5 مرات. مش بس كده، هو بس على فكره مش بس كسب المستر اولمبيا، هو كسب الفئه، او لا هو خلى الفئه اللي هو كسبها تبقى اكتر فئه مجذبه للمشاهدات، وبتبقى اكبر فئه مجذبه ان الناس تتفرج كمال اجسام اصلا، لان الناس وصلت مرحله دي خلاص زهقت من كمال اجسام، نفس الاسطوانه متعاده، ماشي رجاله بعضلات، ولكن معرفش في حاجه فيه هو شكله مميز لدرجه ان لا كمال اجسام بدا يرد فيها الروح. وعشان كده انا عملت لكم الفيديو على موضوع الفلوس في كمال اجسام، هل هي مستحقه ولا لا. ودلوقتي متجوز، ومتجوز يعني واحدة واضح ان هي حب حياته وانتمته، وكمان هيخلفه. يعني مش عارف، بيفكرني اللقطة دي بمحمد عمرو أديب وهو بيقول يعني معاك صح ومعاك فلوس وعمل جسم، طب انت بس لا، بدون مسح يا جماعة، والله الراجل يستحق كل حاجة عنده في حياته. سمعته كويسه جدا، هو على فكره كندي، ومن وهو في كندي معروف عنه ان هو طيب جدا ومتواضع جدا وولد كويس، يعني مش معلوش حاجه وحشه ولا عليه. يعني بص، هتلاقي كل واحد يمكن مثلا ايه في سمعه وحشه في حاجه معينه، او حد بيتكلم عنه بسوء، سواء يعني واحد ما بيحبوش او حاجه، ولكن كريس بومسد من الناس النادره اللي هنا حتى في كندا ما تلاقيش اي حاجه وحشه عنه. يعني فهو تعب، وكل اللي جاله يستحق. فانتوا بقى اكتبوا لي رايكم، ايه رايكم في الموضوع ده؟ مراته حملت، مبروك عليه، واتمنى له كل الخير بصراحه. وده فيديو النهارده للبرامج المخصصه، انزل تحت في اللينك لكتاب الوصفات اللي هو هيفيدك انت ومراتك، بالذات لو انت متجوز، الكتاب وخليها تطبخ لك كل اكل، ريح دماغك، هيبقى اكل حلو مليان بروتين، وتعرف تعمل الفورمه بتاعتك من كتاب الطبيخ. سيب لك اللينك تحت، اعمل سبسكرايب، ونشوفكم بكره ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.